ليل الأحبة بدره نور بدا ليل الأحبة بدره بدا والطير من فرط المحبة قد شدا والزور بل له التبدل والندى <مشرك> <applause> إذا اجتمعنا على الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد, وبعد اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ليل الندى ولا زال حديثنا موصول عن القلوب. واليوم باذن الله تعالى نتكلم عن القلب الصادق او قلب الصادق. القلب الصادق هو قلب صدق في توحيده لله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه فاذا صدق القلب في توحيده لله تعالى انقاد لاوامره وانتهى عن نواهيه فاذا حصل تقصير من صاحب هذا القلب في اي موطن من المواطن لا يمكن ان يخالف صدق قلبه الى الكذب وانما يصدق ايضا ويعترف بذنبه ويعترف بخطيئته ويطلب من الله تبارك وتعالى التوبه والمسامحه والعفو لا يبحث عن المبررات ولا يبحث عن الحجج انما يصدق الله تعالى فاذا صدق الله صدقه الله تبارك وتعالى اصدق الله يصدق هذا القلب الصادق صاحبه يعيش حاله من الصدق تجعله في حاله اطمئنان وحاله سلام مع النفس وسلام مع المجتمع تجده دائما يسلك طريق البر وطريق البر لا بد ان ياخذ بيده الى الجنه اما الكذب فان صاحبه لا يفتر ابدا عن الكذب ودائما يسلك به هذا الكذب طريق الفجور ولا بد ان يؤدي به طريق الفجور الى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله سنتكلم عن أشهر قصة للصادقين قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحض على سلوك طريق اصحابها لان هؤلاء ضرب بهم المثل في الصدق في صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق مع النفس فكان للصدق اثرا في حياتهم بل كان للصدق ذكرا في كلام ربهم كان لصدقهم ذكرا في كلام ربهم قرانا يتلى الى يوم القيامه قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هؤلاء الصادقين الثلاثة أمر الله تعالى أن نكون معهم أو أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أو نكون مع أبي بكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الكل سواء كل هذه التفسيرات صحيحة لكن الآية توجه الى هؤلاء الثلاثه الذين اختبروا في صدق قلوبهم وصدق ايمانهم فكانت النتيجه نجاحا باهرا حتى ان هذا النجاح دون في القران الكريم تكلم الله تعالى به من فوق سبع سماوات ونزل به الامين جبريل على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم للخلق جميعا والى يومنا هذا قران يتلى لهذه القصه العظيمه ولهذا الصدق الجليل كعب بن مالك هو راوي هذه القصه وهو احد ابطالها كانوا ثلاثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلف البت في شأنهم حتى ينزل من السماء وحي يخبر بهم أما أكثر من ثمانين من المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا بأعذار واهية وبكلمات فارغة وبحجج لا قيمة لها لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم استغفر لهم وظنوا أن هذا الاستغفار يمحو ما في قلوبهم من نفاق ويمسح ما صنعوا من كفر ومعصية الله تعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم لقد سكن النفاق قلوبهم بدلا ان يسكن الصدق والايمان سكن النفاق والكذب والمخادعه لذا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطرحوا بين يديه اعذارهم الواهيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر ووكل بواطنهم إلى الله تبارك وتعالى إلا هؤلاء الثلاثة صدقوا الله وصدقوا رسوله كعب بن مالك مرارة بن الربيع هلال بن أمية ثلاثة دونت أسماؤهم بحروف من نور في التاريخ دونت أسماءهم في القرآن والسنة لا زال الناس يذكرونهم وهذا دلالة الصدق فإن صاحبه لا يمكن أن ينسى أما الكذاب فلا يذكر إلا وتصحبه اللعنات إلا وتصحبه اللعنات عياذا بالله كعب بن مالك كان في طريقه إلى المسجد وقد ذهب بصره وبلغ الثمانين من عمره وقائده عبيد الله ابن كعب بن مالك ابنه يعني فحدث كعب بن مالك عبيد الله بن كعب بن مالك بحديثه وحادثته في غزوة تبوك غزوة تبوك دي كانت في عز الحر في أشد ما يكون ما يكون صيف مكة والمدينة من الحرارة ارتفع درجة الحرارة التهاب الأرض من تحت أقدامهم طيب الثمار تهذيب الثمار الاستعداد للتجاره والبيع والشراء وغير ذلك طابت الدنيا والتهبت الارض حراره والجو حراره فليس هناك مناص من ان يكونوا في بيوتهم كانين بعيدين عن حراره الجو او في اسواقهم المظلله حتى لا تصيبهم ضربات الشمس لكن الامر على خلاف ذلك قد جاء جاء الامر من نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يستعد المسلمون لغزو الروم هناك في اعالي الجزيره العربيه على حدود الشام في تبوك استعد الروم باكثر من مئة الف مقاتل يريدون ان يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغزو المسلمين ويستاصلوا شافتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر امر المسلمين جميعا ان يتجهزوا ويخرجوا بعدتهم وعتادهم على الله متوكلين ليصدوا هؤلاء الغاشمين المجرمين ويردوا غيهم وضلالهم وظلمهم فلم يكن امام المسلمين بد من ان يخرجوا واستعد الجميع وجهز كل واحد فرسه أو جمله أو ناضحه جهز طعامه وشرابه وزاده جهز سلاحه وسيفه ورمحه جهز كل شيء لكن كعبة بن, بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع كانوا من أصحاب الأموال ورأوا في أنفسهم أنهم يقدرون على أن يتجهزوا في سويعات قليلة يقول كعب بن مالك: وكنت أرى أني أستطيع أن أتجهز سريعا فأقول غدا أتجهز، غدا أذهب إلى السوق وأشتري يعني جملين وراحلتين عظيمتين أضع عليهما من الزاد ما أضع. يقول وكنت ما من غزوة غزوتها مع رسول الله وقد غزوت كل الغزوات إلا غزوة بدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس الخروج يعني لم يفرض على الناس أن يخرجوا لبدر إنما خرج رسول الله ومن معه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجل من أعاظم المسلمين خرجوا لملاقاة عير قريش واسترداد بعض أموالهم المنهوبة لكن الله تعالى أراد في غزوة بدر أن يكون هناك قتال وحرب وفئه مؤمنه تقابل فئه كافره وينصر الله تعالى المؤمنين فيها. فلم يكن هناك اي يعني عتاب على من تخلف عن غزوه بدر، لكن بقيه الغزوات جميعا غزاها كعب بن مالك. يقول وفي كل غزوه كنت اجهز يعني جملا او راحله. لكن في هذه الغزوه كنت كثير المال قوي البنيه. كثير الزاد مستعد لان اجهز راحلتين فقلت غدا اذهب بعد غد اذهب حتى تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وخرجوا على مشارف المدينه قلت اذهب في الصباح الى السوق واتي بالراحلتين ومر رسول الله وذهب كما يذهب وارتحل حتى وصل الى قباء وعسكر هناك ليلحق من لم يلحق بعد قلت غدا أذهب غدا أوتي بالرحلتين غدا أفعل إنما هو التسويف هو التسويف لم يكن هناك تعمد عن التخلف لم يكن هناك تعمد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان عازما عزما أكيدا على الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم و وذهب وذهب ومر يوم واثنين ولا زال كعب بن مالك يقول ولا زلت أقول غدا غدا حتى ذهب رسول الله ولم أستطع إدراكه يقول فحزنت حزنا شديدا وكنت أخرج إلى السوق أو إلى حاجتي أو إلى المسجد فلا اجد في الطريق الا منافقا مغموسا عليه في النفاق او من عذر الله تعالى من كسيح او اعمى او ضرير او اعرج او مريض او امراه او طفل لا اله الا الله انا كعب بن الربيع ابقى مع هؤلاء لقد اعتصر قلبه الحزن والالم ان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ان وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك حتى سال ما فعل كعب بن مالك لا اله الا الله ان له لشانا ان يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يتخلف قط عن رسول الله والوحي لا ينقطع عن رسول الله فالاخبار مستمر لرسول الله من خرج ومن لم يخرج على الرغم انه لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتئذ ديوان يكتب فيه اسماء الجند لم يكن ثم ديوان لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أسماء المسلمين عن ظهر قلب ويعرف من المؤمن ومن المسلم ومن المنافق من الذي يسارع لطاعة الله ورسوله ومن يتقاعص ومن ينصر اليهود ومن ينصر النفاق ومن ينصر الضلال يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فما إن وصل إلى تبوك ولا سأل ما فعل كعب بن مالك فقام رجل من جهينة فقال شغله نظر في عطفيه يا رسول الله النظر في عطفيه يرميه بالنفاق يعني فقام رجل من الخزرج وقال كذبت والله ما علمنا عن كعب الا خيرا يا رسول الله شوف حسن الظن بالمسلم وشوف دائما التماس الاعذار للمسلم يؤدي بك اخي الحبيب الى ان يعذرك اخوانك في غيبتك كما تعذرهم في غيبتهم يؤدي بك إلى حسن الظن إلى أن يحسن الظن إخوانك بك كما أنت تحسن بهم الظن لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الغزوة وعاد إلى المدينة وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزاة أو غير ذلك يبدأ بالمسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ودخل معه الجند جميعا اصحابه دخلوا المسجد تغيروا ملابسهم وتخففوا وصلوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى التحايا من الناس ويتلقى الاعذار فدخل المنافقون اكثر من ثمانين منافق دخلوا على رسول الله الواحد تلو الاخر يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليكم اذا انقلبتم اليهم لا تعتذروا قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا بالظاهر قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كل واحد من المنافقين عذره واستغفر له ثم جاء كعب بن مالك بعدما سمع بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع الى المسجد ودخل المسجد وما ان دخل وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبسم له تبسم المغضب ضحكه بس اللي وراها قلب غضبان وزعلان من اللي عمله ضحكه واحد مش مرتاح مش مبسوط جحت واحد النبي عليه السلام كان اذا ضحك سرورا تهلل وجهه كانه مذهبه كانه قطعه من الذهب كانه قرص الشمس المضيئه كانه قطعه من القمر في ضيائه لكنه تبسم تبسم المغضب ثم قال له تعالى فاقترب كعب بن مالك وهو يفكر طيله طريقه ماذا سيقول رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هقول ايه لرسول الله؟ ثم عزم واكد على نفسه العزم ان يصدق رسول الله وليصنع الله ما يشاء فان راى الله مني صدقا لعل الله يغفر لي، هكذا قال كعب بن مالك فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس قال ما خلفك يا كعب؟ ما خلفك يا كعب قال والله يا رسول الله ما كنت احسن حالا ولا اكثر مالا ولا اقوى بنيه مني في هذه الغزاه لكني قلت لعلي غدا اذهب الى السوق فاتجر راحلتين غدا او بعد غد غدا او بعد غد حتى تاخرت عنك يا رسول الله والله يا رسول الله ما كذبتك والله يا رسول الله اني اوتيت جدلا اني اوتيت جدلا لو جالست احدا غيرك لجادلته واقنعته لكنك يا رسول الله رسول الله يوشك ان يخبرك الوحي بحقيقه ما في قلبي وانا والله يا رسول الله ما كذبتك انا الذي تخلفت وانا الذي تاخرت سوفت غدا وبعد غد حتى حتى ما استطعت ان ادركك. قال: اما هذا فقد صدق. شوف النبي قال ايه؟ اما هذا فقد صدق. اذهب حتى يقضي الله فيك امره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له ولم يقل له قبلت عذرك او لم اقبل عذرك. قال له بقى الامر بينك وبين الله. ثم امر الله تعالى المسلمين ألا يكلم، لما قام كعب بن مالك من أمام رسول الله وانطلق خارجا من المسجد وهو حزين وهو مهموم بالذي كان قام له بعض بني سالم وقالوا له أما كان يكفيك أن تستغفر؟ أما كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله؟ أما كان لك أن تعتذر له بأي عذر؟ لقد عذر الله قد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ممن جاءوا قال هل قال احد مثل مقالتي هذه في حد جه ولم يقدم عذرا انما اعترف بتاخيره وتسويفه وثنبه قال نعم هناك رجلان مراره بن الربيع وهلال بن اميه قال كعب بن مالك فذكر لي اثنين من خيار الصحابه أو من خيار المهاجرين. هؤلاء سبقوني إلى بدر. هؤلاء كانوا لي قدوة وأسوة. كانوا من الصالحين فكيف أحزن؟ الحمد لله. واستمسك كعب بن مالك بصدقه بعدما كاد قومه أن يثنوه عما قال ويعود إلى رسول الله فيعتذر. لكن كعبه تمسك حينما وجد ان له اسوه في اناس صالحين صادقين مراره بن الربيع وهلال بن اميه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين الا يكلموا هؤلاء الثلاثه خد بالك بقى ده هجر هذا المذنب كان جزاؤه ان يهجر في الله حتى يتعرف على ذنبه وحتى يرجع إلى ربه ويحسن التوبة لمولاه فإذا رأى الله من قلبه صدقا وفي توبته إنابة وصدقا فإن الله تعالى يتوب عليه خمسين يوم تخيلوا أيها المسلمين المسلمون خمسين يوم يقاطع هؤلاء يقاطعوا كانهم في سجن كبير سجن لا يتكلم فيه احد معهم ولا يسلم عليه احد ولا يرد عليهم احد سلاما ولا يعطوا ولا يؤخذ منهم ولا يعاملوا ضيق عليهم تضييقا عجيبا حتى كما يقول القران الكريم ضاقت عليهم الارض بما رحبت ومش بس كده وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الي حاله نفسيه لا يمكن ان تتخيلها حاله نفسيه لو انتاب جزء منها احدا من اهل الدنيا لقام بقتل نفسه لاشعل النار في نفسه لكن هؤلاء مؤمنون صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى بعد اربعين يوم من هذه الهجره ومن هذه المهاجره وهذا السجن الكبير الصغير في حقيقته يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الى هؤلاء الثلاثه يامرهم ان يجتنبوا نساءهم طب أنا هسأل سؤال هل في الأربعين يوم دول أحد منهم قارف امرأته أو ضاحكها أو مازحها؟ لا والله العجب العجاب أن هؤلاء الثلاثة في خلال الأربعين يوم دول قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النساء كانوا لا ينقطعون عن البكاء دخلوا كل واحد دخل يعني خيمه او حجره من حجراته وظل يبكي يصلي ويبكي يذكر ويبكي لا يهنا بطعام ولا يهنا بشراب ولا يهنا بنوم ابدا كيف يهنا المرء ويعلم ان ربه قد اجل التوبه عليه قد اجل مسامحته قد اجل العفو عنه حتى يمتحن قلبه حتى يظهر حقيقه ما في قلبه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله يامر بان يعتزل هؤلاء الثلاثه نساءهم فقال كعب بن مالك وكنت اشب القوم فقلت لامراتي الحقي باهلك حتى ينظر الله تعالى في شأني الحقي باهلك لانه سال الرسول وقال هل امرك رسول الله هل يامرني رسول الله بتطليقها قال لا انما امرك باعتزالها فقال لها الحق باهلك اما هلال بن اميه فكان رجلا كبيرا عجوزا لا يستطيع ان يخدم نفسه وليس له خادم فذهبت امراته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان هلال رجل عجوز او رجل شيخ كبير لا يستطيع ان يخدم نفسه وليس له خادم افاخدمه يا رسول الله قال اخدميه ولكن لا يقربك قالت يا رسول الله والله منذ ان كان منه ما كان ما فارق محلته وانه ليبكي ليل نهار لا ياكل ولا يشرب او لا يهنا بطعام ولا بشراب يعني هو في الاربعين يوم دول ما جاش جنبي ولا هنأ بطعام ولا بشراب هذا هو الإيمان هذا هو الصدق في الإيمان هو صدق القلوب حينما يكون القلب غير مطمئن خائف مرتيف من الله تعالى يخشى عقاب الله يرجو رحمة الله لا يهنأ صاحبه لا بطعام ولا بشراب ولا بزوجة لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرت أربعون أمروا باعتزال النساء، يخرج سيدنا كعب بن مالك يقول فخرجت يوما وكنت أشب القوم أخرج إلى السوق أحيانا، أخرج إلى المسجد أحيانا، أذهب لرسول الله أسلم عليه أقول هل رد علي السلام؟ هل لم يرد علي السلام؟ هل التفت إلي؟ لم يلتفت إلي، مشغول نفسه حد يرد عليه. الإحساس قاتل، إحساس هذه العزلة وهذه الهجرة قاتل. يذهب كعب بن مالك إلى ابن عمه قتادة يتصور عليه صورة حديقته ويقول له السلام عليك يا قتادة فلا يرد عليه السلام يقول يا قتادة أقسم عليك بالله أما تعلم أني أحب الله ورسوله فلا يرد عليه مرة واثنين وثلاث لا يرد عليه فيرجع مرة أخرى كعب بن مالك يعني يتصور السور مرة أخرى ويخرج من البستان وهو يبكي وهو يبكي بحراره حتى ابن عمه لا يرد عليه، حتى اقرب قريب له لا يرد عليه، عصبته لا ترد عليه. يقول: فدخلت السوق فاذا نبطي من انباط الشام فلاح جاي من الشام جايب الزرع بتاعه بيبيعه في المدينه. بعد ما خلص بيعه عمال بينادي في الناس من منكم يعرف كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ فاشاروا اليه ان هو هذا الرجل. فجاء إلي فدفع إلي كتابا وكنت كاتبا كعب بن مالك بيقول كنت كاتبا يعني بعرف أقرأ وقت ففتحت الكتاب فإذا فيه رسالة من عظيم الروم يقول قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فيه مقاطعه بينك وبين صاحبك الحق بنا نواسيك تعال نديك الجنسيه وتعالى نستضيفك عندنا ونجوزك ونوكلك ونشربك وندلعك. اه اه على الفتن لما بتاتي كده تباعا. قال وهذه من الفتن. مسك الكتاب على طول عمل ايه؟ ما راحش بقى استشار الناس ولا راح يستشير النبي عليه الصلاه لا ابدا سجر هذه الكتاب في التنور رماها في الايه؟ في النار واحرقها. وقال هذه من البلاء ثم مرت العشرة أيام الأخيرة من الخمسين يوم كأنها دهر حتى وصل به الحال إلى ما ذكر الله في كتابه يقول فصليت الصبح صبح ليلة الخمسين خمسين ليلة فاتوا وهو الصبح بقى بيصلي الفجر يعني على ظهر أحد بيوته فصلى الفجر ويقول وأنا جالس على هيئتي بعد الصلاة أذكر الله وقد وصل بي الحال ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم اللي هو إيه ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قال وأنا جالس على هذه الهيئة إذا بصارخ يصرخ هناك على جبل سلح على قمة جبل سلح يقول يا كعب يا كعب ابن مالك ابشر بخير يوم طلع عليك ابشر بخير يوم منذ ولدت يا كعب ابن مالك يسبق صوته فرسه هذا المنادي يركب فرسا لكنه لم ينتظر حتى يصل الى كعب فيخبره بالبشرى لكنه وهو على صهوة حصانه وعلى سفح جبل سلع من جبال المدينة يصرخ بأعلى صوته أبشر يا سعد تحمل الريح هذه البشرة إلى سعد فيخر ساجدا يخر ساجدا على وجهه لله شاكرا على هذه النعمة العظيمة أن جاءت البشرى من الله بالتوبة وبقبول العذر ان جاءت البشرى من الله انه صادق في قوله وانه ما تخلف عن الله ورسوله بغضا ولا كرها لله ورسوله ولا رادا لامره انما تقاعس النفس ولا ذائذ الدنيا التي ربما تغلب المؤمن في لحظه من اللحظات هرع كعب بن مالك سريعا من على ظهر بيته ونزل جريا حتى قابل هذا المبشر وخلع ثوبيه راح خالع الجلبيتين جالبي لابسهم وراح مدهم له هدية قال وخلعت ثوبي ووالله لا أملك إلا هما أملكش إلا هما ورحت مدهم له هدية مقابل ما بشرني به قال ثم استعرت ثوبي ثم أسرعت إلى المسجد فقابلني الناس وفودا يهنئونني حتى دخلت إلى المسجد فقام طلحة ابن عبد الله من بين المهاجرين وهو الوحيد الذي قام فأسرع إلي وعانقني وبشرني وقبلني فحفظتها له ثم أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت وجه رسول الله متبسما فرحا مسرورا كان وجهه قطعه قمر وشه زي القمر من البهاء والجمال والجلال والانوار والسرور والفرح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح لنجاه امته يسعد لسعاده امته صلوا عليه وسلموا تسليما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع عائشه يعني نستعرض هذه المساله سريعا كده فالسيده عائشه بتقول له دعي لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبها اللهم اغفر لعائشه ما قدمت وما اخرت وما انت اعلم به قال فضحكت عائشه ضحكا شديدا حتى يعني أسقطت رأسها على يعني رجل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرح والضحك الشديد، فقال لها أيعجبك هذا يا عائشة؟ قالت ولما لا يا رسول الله؟ أنا فرحانة جدا ده دا أنت دعيت لي بالمغفرة ما تقدم من ذنبي وما تأخر في أف في أفضل من كده ولا أحسن من كده؟ قال والذي والله يا عائشة إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة في كل صلاه يدعو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغفر لنا الله ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اعلم به منا وما هو اعلم به منا حبيبي يا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرح لتوبه الله تعالى على كعب بن مالك وهلال بن اميه و و و و و و ومراره بن الربيع لما دخل كعب على رسول الله إذا برسول الله يقول أبشر يا كعب أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليه شمسك منذ ولدت منذ ولدت هذا أفضل يوم لقد تاب الله عليك فقال أهذا من عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله ثم تلا عليه الآيات التي نزلت بشأنه وشأن إخوانه وعلى الثلاثة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال كعب على الفور يا رسول الله اني عاهدتك وعاهدت الله ان اخرج من مالي لله ورسوله يعني هيتصدق بكل ما يملك لله ورسوله فرحا بهذه التوبه وفرحا بهذه الاوبة وفرحا بهذا الطهر الذي ولد الان ولد كعب بن مالك لا ذنب له لقد تاب الله عليه توبه محت كل ذنوبه انهم انهم كانوا يعرفون قدر توبه الله وقدر التوبه وقدر المغفره وقدر العفو لذلك كانت فرحتهم حقيقيه كانوا اذا فرحوا اخرجوا كل ما يملكون كل ما لله ورسوله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فاستجاب كعب على الفور وقال افعل يا رسول الله امسك سهم الذي بخيبر ولكني أعاهد الله وأعاهدك يا رسول الله ألا أكذب قط وألا أقول إلا صدقا قال كعب فوالله منذ أن قلت لرسول الله هذا القول ما كذبت هازلا ولا 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 جادا إلى يومي هذا وما كانوا يكذبون رضي الله تعالى عنهم أجمعين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين صدقوا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع هؤلاء كونوا مع الصادقين علشان كده لازم نعرف كويس جدا ان العبرة مش انك تكون صادق فقط ليست العبرة ان تكون صادقا لكن العبرة ان تكون مع الصادقين لابد ان تكون مستدفئا باخوانك المؤمنين باخوانك الصادقين اياك ومجالسه الكذبه اياك ومجالسه الفجر وان كنت صادقا وان كنت مؤمنا اياك ومجالسه اهل الاهواء اياك ومجالسه اهل البدع اياك ومجالسه اصحاب الفتن إياك ومجالسة كل من لا يرضى بالله ربًا ولا بمحمد النبي ولا بالإسلام دينًا لا تجالس هؤلاء وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان مجالسه الكذبه ومجالسه اهل الفتن ومجالسه اهل الفجور ومجالسه اصحاب الاكاذيب ها كل هؤلاء يؤثرون في قلبك فتصبح مثلهم بمجرد مجالستك فما بالك اذا خضت مخاضهم وسلكت سبيلهم لذا امر الله تعالى المؤمنين والمسلمين ان يكونوا مع الصادقين لا من الصادقين فحسب بل كن من الصادقين ومع الصادقين حتى ينجيك المولى عز وجل فان المراه باخوانه وان المراه يحشر مع من احب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم انا بحبك يا رسول الله وبحب الله وبحب اصحابك لكن ما بعرفش اعمل كل الاعمال الصالحه اللي بتعملوها بجتهد على قد ما استطيع بحافظ على صلواتي وبحافظ على صيامي وعلى زكاتي وعلى الحج بحافظ على الذكر قدر المستطاع بحافظ على تلاوه القران قدر المستطاع لكن ما اقدرش اعمل الاعمال الجليله العظيمه المتكرره منكم كل يوم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال انت مع من احببت قال انس فوالله ما فرحنا منذ اسلامنا بحديث فرحنا بهذا الحديث يقول انس فانا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر ما اجمل هذه المحبه التي تجعلك مع اهل الايمان ومع اهل التقوى كونوا مع الصادقين كونوا اصحاب قلوب صادقه واعمال صادقه واقوال صادقه حتى يحشرنا الله تعالى مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الصادقين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا <applause> ليل الأحبة <بدره> نور بدا <applause> والطير من فرط المحبة قد شدا <applause> والزور بل له التمدن نساه اذا اجتمعنا على الهدى